هربان من حاجة أنت كمان ولا إيه؟ فارس الجن. ازيك يا زينات؟ ايه مفيش ويلكم؟ مفيش كان اي هيلب يو؟ عايز ادخل يا ولية. تدخل ازاي يا واد؟ ما انت عارف ان انا عايشه لوحدي والشيطان شعر. ما انا حابسه في القناطر. خش يا اخويا خش خش. ايه اللي عمل فيك كده يا فارس؟ ازمه المواصلات ربنا يتوب علينا منها. ما نشوف اخد الازمه دي هتودينا على فين ان شاء الله. تشرب حاجه؟ ازازة ماء مشبرة والنبي يا زينات. امسك. علاقة طلاق بتكبري تحلوي. نايلك يا واد. خدي تمني دول. شكلك استحليت الحكاية. أنا قلت مرة وعدت عشان عليك صفية. أنت محسسني صفية عندها برد. ربنا يكفيك شر المرض. صفية علاجها غالي. كل ده عشان صفية ولا عشان بنتها رؤية؟ على النعمة أنت وليها لك كاكة. ما تقصري يا زينات وتمني. قستك تحت الحساب وتعدي بكرة أقول لك المفيد. لا بكرة ولا بعده. الحاجة اللي في إيدك دي تمنها غالي. شايف الموبايل اللي في إيدك ده؟ ده موبايل بلاك بيريوت، والساعة اللي في ايدك دي النسر اللي جواه ده الماس حر طليق، يعني تلات اساتك ونص وليلة تخلص من بابها. يا جن ما تضربش في العالي يا والا. لو ما جابوش الحاجة دي في ذمتي. ذمتك؟ ذمتك ايه بقى؟ ما رجلك جت يا ابو ذمة. ذمة ايه؟ صفية محجوزة في المستشفى وملهاش غيري. ولازم اكاش الدفعة التانية. ما يروحش. كتر خيرك يا زينات. استنى، لو الحاجات دي ما جابتش ثلاث اساتك اعتبريها من زكاتك. زكاتي؟ زكاتي ايه يا ولد؟ انت حرامي. ايه يا صاحبي؟ وحشتيني يا ابن الكلب. عامل ايه؟ مرمط جعان؟ طب ما تاكل زينهم وتريحني يا عم. رزق هنا نام لك ساعتين على ما اجي لك. اوعى تتحرك والا الحيوانات هتاكلك. انا بقول لك اهو. يا لهوي يا وليه ما تخافيش، دي شويه حيوانات. فين الواد؟ اهو. اسمك ايه يا شاطر؟ الفارس عبد الله. وساكن فين يا حبيبي؟ عند ابويا. شفتي؟ هو مش عارف حاجة اهو. الواد ده كبير ما ينفعش، الناس عايزين عيل كام شهر، سنة بالكتير عشان يبقى ابنهم.
وده له اب مش هياكل معاه. والله استني بس يا وليه. اه يا خسرت المشوار اللي ده في بيته. وانا هعمل ايه في الواد ده؟ شغله معاه اهو يساعدك ويشيل عنك، واخر الليل يروح معاك ينضف لك البيت يونسك. اعمله ابنك ده انت مقطوع من شجره. بارك مزبهل لك ابوس. ايه الخيرات دي كلها يا فارس؟ ولا خيرات بلا جزرات مالكش فيه. طب ليه اللون ده معايا يا فارس؟ يا واد انا اللي مربيك وخير عليك. خيرك على مين يا كابوس؟ شكلك نسيت اللي عملته فيا. عملت فيك ايه يا اخويا؟ ما كبرتك اهو بقيت بغلة قد الدنيا. وعزة جلالة الله زينهم يا كابوس، لولا العيبة وسنك الكبير ما كنت رحمتك. بس مش فارس الجن اللي يفتري على حد مسن. ابلوك فيري تشيب جود برايز. ابلوك فيري تشيب جود برايز يا سينيور. انت هلا ابلوك فيري تشيب جود برايز. هاي ويلكم. هاي اسمك انجلش؟ يس. اسمك ايه؟ تانيا. تانيا يس. ديس ملكة ايفرتيتي عندما تحرشوا بيها في المعبد. What is this harsh؟ حرش يا بنت الحرش. صباح الخير يا سلمى. What is this؟ ما تخافيش، ده ماي سن ابني. اصل المصريين بيخلفوا اسود مش خرفان كده. برضه هاجي لي طفشت الخواجايه يا عم. مسيحه مضروبه خلقه، وبعدين دي روسيه مش لاقيه تاكل. المهم محوش كام لحد دلوقتي؟ معايا 400 جنيه. عايزين نكملهم 500. بعون الله في ظرف ساعتين يكملوا 500. يلا بينا قبل ما الحكومه تهلي. يلا بينا. قرب قرب قرب. يلا 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 يا خواجة. يلا يا خواجات. يلا يا خواجايه. يلا يا خواجايه. يلا يا سايحه. يلا يا سايحه يا بنت السايحه. يلا يا جماعه الصوره ب 10 دولار. صور على الادب ب 10 دولار. 10 دولار. 10 دولار. ايه ايه ايه. صور 10 دولار. 10 دولار. على الاسد. ايه ايه ايه. كتير ايه ايه. بص يا بص يا ده هنا. شكيت شكيت تعالى تعالى. يا خد 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 عربيتي انا قدام عينيكم ما تعرفوش يمسكوه. ايه اتشليتم؟ مش انت رجل يا باشا؟ سعادتك انا عارف ان الموبايل ده عليه حاجات مهمه كتير وما ينفعش ان اي حد تاني يشوفها، عشان كده انا لخصت وصورته. اتفضل سعادتك. الواد ده لازم تجيبه بسرعه عشان نعرف ايه حكايته. لو في بطن امه هجيبه. بعت لي صورته على الموبايل. ايوه انتوا عارفين. ماشي حاضر من عينينا. هي يعني الدنيا طارت؟ وبعدين يا عالم الرحمه شويه، هو انتوا مش لسه لاسعين فلوس قد كده من كام يوم؟ ولا هو يعني الفقير في البلد دي يموت؟ الفقير تدخلوه مستشفى حكومه. شلها يا حكومه، هو احنا يا اخويا كنا لقينا مكان عند الحكومه وقلنا لا؟ بقول لك ايه؟ لو الفلوس ما اتدفعتش دلوقتي حالا انا بقى مضطر اقول لكم مع السلامه. هو ايه ده اللي مع السلامه؟ هو احنا جايين هنا نصيف؟ طب وديني وايماني ومعاه. اللي هيحرك امي خطوه واحده من على سريرها لاكون منسله الشبشب. استني يا بت، مبدئيا فخامتك دي بقت فلوسك وده حقك، لكن تزعق لخطيبتي ده مش من حقك ومش رجوله على فكره. وعليا النعمه من نعمه ربي لو اتكررت تاني لو ولع لكم في المستشفى واخلي الاسعاف تطلب المطافي. حضر لنا وصل.
يلا يا بت. تسيب لي اديني واحده من بتاعتي خلي لها محصل لواد ولا بيت. الف سلام عليك يا ام صفيه. الله يسلمك يا حبيبي. قال انت كنت مختفي فين من ليله امبارح؟ مش تبطل عط بقى؟ انا بتعط برضه يا بت، ده انا ما عنديش وقت استحمى. كنت بدبر فلوس المستشفى. طب خد باللي ريقك. والله ما عارف اقول لك ايه يا فارس، انا عمري ما هنسى وقفتك معانا. جرايه يا بت، انت ليك فما صفيه اكتر مني ولا ايه؟ ما همك زي ما همي، وبعدين ايه الجديد؟ ما انا طول عمري خيري عليكم. لو النبي ربنا ما يحرمناش منك ابدا يا فارس. انما قول لي يا ابني، انت جبت الفلوس دي منين؟ ما تشيليش هم انت يا ام صفيه، خروجي بالسلامه وفداك الدنيا باللي فيها. والله لولا الازمه الاقتصاديه اللي بتمر بيها البلاد المحيطه كان زماني دلوقتي بعالجك في المانيا. طب خد يا فارس، انت نسيت المصحف معايا، وانا عارفك ما تحبش تمشي من غيره. بقول لك ايه؟ هو انت في حاجه مخبيها عليا؟ انا مخبي عليك ايه؟ مخبي ولا مبين؟ كل الحكايه بس ان انا ما نمتش بقالي يومين. جعانهم والله. خد حط لي ده في الزيب في الليزر. يا حبيبي يا ابني، ده باين زينهم مجوع. خد يا رؤية، اديله يا حبيبتي السندوتش ده. يلا. اثبت ياه، مكانك مش هنا، اشتغل شغلتك واحنا نمولك. يلا قوم ياه، يلا ياه، يلا ياه، عشان عدها لك يا فارس. يلا ياه، الرجوله ملهاش قطع غيار. يلا يا عم، انت هو اتكل على الله. يلا يا عم الحاج، عليك عايزينك اتكل على الله. يلا 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 يا عم، انت هو عاش يا فارس يا جاني. بلا عاش بلا معاش، ما انت طول ما انت رايحه جايه مش عارفه انت رايحه فين، الكبير والصغير هيعكسك وتجيب لي المشاكل. ما تتكش قوي كده بس وتستقوا عليا. طب يلا شوف انت رايحه فين. طب هشوفك بالليل. ربنا يسهل. ماشي سلام. تعملها كام الدبله دي؟ اه عارف ايه اللي حيشني اقول لك يا امه؟ ايه يا فارس؟ لا تقولي لي ان رؤيه زي اختك. امال هي ايه يا واد؟ زي اختي اه، بس نفسي في الاخر تطلع بنت عمي. ولا هي ملكه دينك؟ طب اشرب الشاي. طب اشرب الشاي، احلى طب اشرب الشاي في الدنيا. فارس خلي المصحف ده معاك علشان يحفظك. احلى هديه في الدنيا يا ام صفيه، ربنا يخليك لينا. طب احنا هنستاذن احنا بقى عشان نلحق. فارس خلي بالك منها. ما تخافيش يا ملكة ملوك مصر الوسطى، في عيني من جوه. المشوار ده انا جاي معاك اتفرج من بعيد. دي بقى عمرو قال لي كنت بحكي لك عليها. بص هما ادتني ايه؟ ادتني مصحف كتاب ربنا. ساعه ما شلته وانا حاسس اني بني ادم تاني. مهربك بيطلع من هنا وبيوصل من هنا. رزقني بزينهم في نفس الوقت رزقني برؤيه وصفيه. يا سلام عليك يا واد يا جن، انت واضح كده ان هو شقك وانا معرفش. Thank you.
طب والحاجات دي اتسرقت امتى؟ النهارده الصبح بعد الفجر بشويه. الواد هرب من نعيم بس صوروا الصوره دي. الواد ده لو مسجل خطر سهل قوي اجيبه يا باشا. لو مش مسجل يا تهاني. ازيك يا نانا؟ سافا. سيبك من نانا دلوقتي يا تهاني وخلينا في موضوعنا. يا باشا ما تقلقش. حتى لو مش مسجل خطر، نجيبه عن طريق الموبايل والساعة اللي سرقهم من العربية، سهلة. تفتكر في حد يتزق الواد علينا؟ ما اعتقدش. شكله كده عيل بيقلب عربية ولا حاجة. أنا حكاية شكله دي ما بتريحنيش. الموبايل اللي خده الواد ده عليه رسائل وايميلات من الناس اللي بنشتغل معاهم بره، فما تقوليش بقى شكله مش شكله. انا عاوز الواد ده متكتف هنا قدامي في اسرع وقت. ادخلي يا زينب. ازيك يا زينب؟ في نعمة يا باشا. عايز مني خدمة يا زينب؟ انت تؤمر سيد الناس وعشان سعادتك تجيبني انا واللي زيي، يبقى اكيد في حاجة مهمة قوي راحت منك وعايزها. اصل يا زينب واللي هيجيب لي الحاجة دي ومين اللي صرفها؟ لعندي جميلة كبيرة قوي، يا اما بقى هعلقكوا كلكم لحد ما يبان لكم صاحب. ده لو بان لكم يا زناد. انا تحت امرك يا باشا وتحت امر الحكومة. ماشي. تعرف الواد ده؟ ولا عمري شفته يا باشا. عمري ما شفته يا باشا. انت هتشغلينا برا؟ ان شاء الله كفاح. عمري ما شفت الخلقة دي قبل كده يا بنت. استنى يا عزم. تحت امرك يا باشا. تطلع لنا ملف زينات نفتح لها قضيه من القدام تقعدها معانا شوي. تحت امرك يا باشا. ولا اقول لك انت بنت حلال يا بنت زينات، فتبعت تجيب لنا الجواهرجي اللي اتسرق الاسبوع اللي فات عشان يتعرف على حتتين الصيغه دول اللي لقيناهم مع زينات. ولزوم ايه ده كله بس يا باشا؟ عشان انت مش هتمشي من هنا الا لما الواد ده يظهر يا زينات. اثبت يا نهار اسود. فيها بايه؟ يا نهار اسود فيها بهوان. ومش كانوا لاغوا التحرش ولا ايه؟ انت فاكر انك هتعرف تهرب مني يا روح امك ولا ايه؟ طب بالراحه يا بيه، بالراحه يا بيه. سلاح لواح، سلاح فيه شطار. بالراحه يا رجاله، بالراحه يا كابتن. بنتفاهم يا رجاله. يا جدعان انتوا لو قابضين على بن لادن مش هتعملوا كده. ايه ده؟ سيد مسله؟ ايه اللي جابك هنا يا؟ واضح ان الناس الجدعان دول عايزينك في موضوع مهم قوي. كلك نظر يا حلال. انت فين؟ انا هنا وانا في بلد جديد. ليلتك بلاك بلوك يا ابن العبيط. بالراحه. بالراحه يا عمي. بالراحه يا كبير. ايه الجو ده يا رجاله؟ يا روح امك. هتأثر ولا هتتعبنا في ليلتك السوداء؟ يا عم العالم انت مش قابض على جواسيس. الحكايه ما تستاهلش كل ده. لا ده يستاهل وبالقوي. بس انت اللي مش واخد بالك. طب قرينا يا كبير ناوي معانا على ايه؟ تستعجلش ياض على رزقك. لسه التقيل ورا. وضبوهم لحد ما بلغ الباشا انهم شرفونا بالسلامه. وضبوهم دي ما رجاله ومش مريحان على فكره. في حاجات اجدد يعني. في سيبوهم، سامحوهم، فكوهم. انا عندي سيوله قدام ولين عصام وضغط علي وواطي. اه
اسمك ايه؟ باشا بيقول لك اسمك ايه؟ محتاجة تفكير دي؟ محتاجة تفكير؟ هتنقي؟ كفاية! مين اللي زقك عليا؟ محد زقني. امال فتحت عربيتي ليه؟ من حظ الذكر. كنت مزنوق في قرشين ما لقيتش غير عربية سعادتك قدامي. حياة أمك. أنت فاهم إن أنا ممكن أصدق الكلام الفارغ اللي بتقوله ده؟ يا باشا تصدق ولا ما تصدقش، هو ده اللي حصل. علقوه. يا باشا هموت وحياة ربنا. يا باشا ده أنا واخد ساعة من العربية ولا مسرق العربية كلها، تعمل إيه يا كبير؟ يا باشا! يا باشا أنا هموت يا باشا! يا باشا! اللي بيحصل ده مش رجوله على فكره، وكده الواد هيموت في ايديكم. اكتب يا بدر معلقك مكان. طلعوه. ولا يا جيب من الاخر وتقول لي مين اللي بعتك تدور ورايا، يا اما اخرتك هتبقى في البرميل ده. يا باشا والله العظيم لو عندي كلام تاني كنت ريحت نفسك وريحتني وريحت ال... انا بموت. نزله ابن الكلب ده. يا باشا والنبي، والنبي يا رجاله، والنبي يا تلجاني على روحك. فاهم يا روح امك؟ فاهم؟ فارس لو لسه عايش رد عليا. عايش يا ابن الفارية. بص في ايه ورايا؟ اكسر كوبايه وفك نفسك. انا عرفت ان الواد ده مفيش حد وراه، وانه كمان اول مره يعملها عشان محتاج فلوس لعمليه واحده قريبته، حاجه كده زي الافلام القديمه. انا اتاكدت من كل ده بنفسي يا سليم بيه، وتليفونك اللي عليه الرسائل والايميلات اهو. الواد ده ما لقاش الا عربيتي انا ويسرقها. من ضغطه الاسود. بس انا تحرياتي بتقول ان الواد ده طول عمره ماشي جنب الحيط ومالوش في العوام. بس برضه ما نقملوش. شوف يا باشا، انا عملت اللي عليا والواد عندكم، نعمله في اللي انتوا عايزينه، بس عن نفسي بقول لك ان مفيش حد وراه. سلام. ايه ده، انت مش هتتعشى معانا؟ لا ده انا عندي عزومه. بالسلام. بس برضه سعادتك الواد ده خطر علينا، والصح ان احنا نخلص منه، لانه كده عرف شكلنا وعرف عننا كل حاجه. بس مش عاوز حد يحس بحاجه. اثبت يا
يا ده انتوا شويه بلالين منفوخه على الفاضي. يا اسكت يا الشاب الكيوت ياكل بالشلول. تمام يا فارس. انت فكرك يعني انت هوا؟ راحوا فين؟ واحد جالي كده، واحد جالي كده يا ريس. انتوا الاثنين من هنا، وانتوا من هنا، وانت تعالى ورا كده.